السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذا الفيديو مختلف على جميع الفيديوهات. اليوم إن شاء الله كيف كتشوفوا في الصورة كاين الشعر محطوط. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم الطريقة باش كيتركب الشعر، الطريقة باش كيتركب الشعر في الشعر اللي كيكون قليل ما كاينش بزاف الشعر وبغات دير ليه واحد الاضافه وتزيدوا واحد الجماليه. بالنسبه لهنا كي كتشوفوا في الصوره هذه واحد الجاره ساكنه حدايا مختصه في هذا الشيء ديال الشعر، كتركب الشعر، كدير الترينسات، كدير شحال من حاجه في الشعر. هنا هذا شعر اصطناعي، حبذا كون كان كتقول هي حبذا كون كان شعر حقيقي كيكون حسن كاع، ولكن هذا شعر اصطناعي. كيف كتشوفوا كتشدوا بحال هكا بهذه الطريقه هذه وكتقسموا الاجزاء، ومن بعد كتبدا كتمشط فيه، كتحيد دوك الزوائد ديال الشعر اللي كيكونوا فيه، كتحيدهم مزيان. وكيف كتشوفوا في الصوره كاين حتى هذيك الكوله الكحله، هذيك الكوله هي باش كتلصق الشعر، باش كدير دوك الخصلات ديال الشعر وحده 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 وحده، كتفرقوا خصلات ومن بعد كتلصقوا. وصراحه انا يا معمري ما شفت كيفاش كيتركب كيفاش كيركبوا الناس الشعر، ولكن اليوم حضرت ليه. صراحه هو في واحد المشقه، ماشي زعما ساهل، وبالاخص ملي كيكون الاتقان هاد السيده هذه كتقن، يعني يا من امريكا اللاتينيه، كتقن الشعر بواحد الطريقه اللي زعما انايا بدوري عجبتني. كيف كتشوفوا هي كتلصق هذوك خصلات ديال الشعر، كتلصقهم وحده وحده، ومن بعد ملي كتسالي من هذه العمليه ديال التلصاق وديال تمشيط الشعر، ومن بعد عاد كدوز للشعر. وخليكم مع باقي التفاصيل في الفيديو. وهنا كي كتشوفوا راه صايره كتقسم في الشعر، كتحيد هذوك القدامي ما كتستعملوش، لان كتخلي داك القدامي كيبقى ما كتزيدش فيه. يعني كتبدا من التحت كتقسم، كتجيب دوك الجوانب ديال اللي حدا الاذن كتضفرهم، تضفر راس بحال الله. شوف كيف داك الشيء الاتقان. وعاد كتبدا الطريقه ديال الخدمه ديالتها، كتبدا كتشد بجوز كتشوفوا بعد ما قسماتو. هنا ضروري كتستعمل واحد الكريمه اللي هي جيل ولا غومينا، كتشدها باش كتخلي داك الشعر منبت، ما كيبازطهاش دوك الشعيرات اللي كيكونوا صغار. كتشد كتستعن بخيل ولا كريمه ولا اي حاجه مختص ديال شعر غومينا، كترطب بها بحال هكا كيف كتشوفوا في الصوره، راه واضح، باش داك الشعر الزائد اللي كيكون صغير كتنبتو باش كتكون ليها الخدمه نقيه وغاديه مزيان.
وهنا كي كتشوفوا معايا هنا راه هذيك الكوله الكحله باش كانت كتلصق، راهي غير كتلصقها مع الشعر وكتخلي داك الشيء الكحل، داك الكوله الفوقاني، داك الشعر اللي ملصق كتخليه الفوق. وبالنسبه لهنا باش كتشد الشعر كيف كتشوفوا واضح، راه كاين واحد لاستيك بحال شكل الخيط كيتباع في المحلات ديال الخياطه، كيكون هو خيط لاستيك هذاك هو باش كتخدم باش كتلصق هذاك الشعر. وبالنسبه حتى للطريقه انايا الناس اللي كيعرفوا في الخياطه كدير باش كتشد الشعره مع الشعره كتشدها بالطريقه ديال المكرامي، يعني الناس اللي كيعرفوا المكرامي بهذيك الطريقه باش كتخدم باش كتلصق الشعر. صراحه انايا استفدت منه لان انا كنعرف انا الطريقه ديال المكرامي كنعرفها كيفاش تخدم. المهم انا شفتها وعرفت انها زعما صراحه سهله وكتشد مزيان، حتى الطريقه باش كتخدمها هذاك الخيط كتقنو.
هذه هي الجاره ديالي صراحه عندها واحد الروح مرحه مرحه ملي هي كتخدم وهي ناشطه وهي كتضحك وهي كتغني صراحه شي وحده اللي كتعطي اللي كتعجبها الحياه ما كتسكتش من الهضره والضحك والنشاط. ايوا كيف كتشوفوا راها خدامه وناشطه مع راسها. الله يخلينا ديما ناشطين وديما ضحكين يا ربي. وخليكم معايا تتم الفيديو. وهذه هي النتيجه النهائيه ديال الشعر ديال الاخت صراحه جا رائع. كيبان بحال ماشي اصطناعي ماشي مركب. كنا كنسمعوا ديك المقوله اللي ما عندها شعر تعيرو. فعلا الناس اللي ما عندها شعر تعيرو يعني بنادم اللي ما عنده الشعر وعنده شعر ناقص يعني واحد الطريقه اللي زعما صراحه ماشي زعما ما فيهاش تماره بزاف. وخدت الماء كتزيد الجماليه للشعر ديالها ما فيها باس انها تزيد الجماليه لشعرها. وكنتمنى الفيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم وما تنسوش تدعموني بلي لايك. وإلا فعجبكم عاوتاني الفيديو ما تنسونيش بالبارطاج. وشكرا لكم على حسن المتابعة وإلى فيديو قادم إن شاء الله.